وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا عبر سكايب من الرياض الخبير التقني عبد العزيز الحمادي. حياك الله أستاذ عبد العزيز معنا على التاسعة. بداية أستاذ عبد العزيز، يعني تطبيقات صوتية انتشرت في الآونة الأخيرة وشهدت زخم وإقبال كبير، ماذا بشأن مراعاة الخصوصية في التعامل مع بيانات المستخدمين في هذه التطبيقات؟ أهلا وسهلا بك أخي الكريم، وشاكر جدا تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا. طبعا الإجابة على هذا التساؤل، هناك يعني أمرين مهمين. الأمر الأول أنه ينبغي علينا فعلا معرفة أنه شبكة الإنترنت أثناء دخولنا عليها لا يعني أن هناك أمان بمعناه العام، فبمجرد دخول الشخص إلى عالم الإنترنت هو سيقوم بمشاركة البيانات بطريقة أو بأخرى، ولكن تختلف يعني نوع هذه البيانات التي يشاركها سواء بإرادته أو بدون إرادته. الأمر الثاني وهو الأمر الهام وهو ما يتعلق بسؤالك يعني أخي الكريم، بعض البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية تقوم بانتهاك خصوصية المستخدم دون معرفة المستخدم بذلك، وهذا منتشر بشكل كبير جدا. لذلك اليوم كثير من التطبيقات سواء الصوتية أو تطبيقات التواصل الاجتماعي تقوم مثلا بتخزين بيانات الشخص، وتقوم بمشاركة بياناته، وتقوم ببيع بياناته الشخصية إلى شركات للأطراف الثالثة، وتقوم بالتكسب منها والمستخدم لا يعلم ذلك لأنها موجودة في سياسة خصوصية تتكون من مئات الصفحات المستخدم لا يعلم عنها. لذلك سياسة الخصوصية بمفهومها العام في كثير من التطبيقات للأسف غير متواجدة. نعم أستاذ عبد العزيز، كيف يمكن يعني بالتحديد وضع ضوابط تنظيمية أو أخلاقية حتى لمثل هذه التطبيقات؟ جميل. طبعا اليوم التطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات اللي تقوم بانتهاك خصوصية المستخدم هي لها يعني هدف معين. حينما تقوم الشركة بتوفير تطبيق أو خدمة مجانية، هي في النهاية تتعامل معك أنت كمستخدم بأنك أنت السلعة التي تقوم ببيعها وشرائها، هذا لا يختلف فيه أحد. ولكن السلبية في هذا الأمر حينما تقوم هذه الشركات باستخدام بيانات المستخدمين بطريقة قد يساء استخدامها، فمثلا قد تستخدم بطريقة أو بأخرى لتوجيه آراء المجتمعات لقضايا معينة، قد تستخدم بطريقة سلبية لبث آراء أو بث بعض المحتوى الغير مناسب للثقافة أو للدين أو للوطن ونحوه، فقد تستخدم بطرق كثيرة جدا سلبية. فلذلك هذا هو الإشكال. فلذلك كيف نقوم بحل هذا الأمر؟ نستطيع حله بعدد كبير من الإجراءات، أهمها هو الوعي، وعي الأفراد. يجب علينا أن نعي أن استخدام مثل هذه التطبيقات بتوسع ومشاركة المعلومات الشخصية ونشرها بدون يعني اهتمام سيعود بالأثر السلبي علينا. الأمر الثاني وهو أمر هام جدا، وهو الجهات الرسمية في الدولة يجب عليها أن تقوم بالاهتمام بمراعاة سياسات الخصوصية واستخدامها لدى الشركات الأجنبية. في القارة الأوروبية على سبيل المثال يوجد ما يسمى الجي دي بي آر اللي هي حماية خصوصية المستخدم الأوروبي. هذه الحماية تجبر الشركات الأجنبية التي تعمل في أوروبا على يعني عدم استخدام أو إساءة استخدام خصوصية بيانات المستخدمين في أوروبا، ولكنها تستطيع هذه الشركات نفسها في دولة ربما قريبة من أوروبا بانتهاك خصوصية المستخدمين. فلذلك وجود سياسات وضوابط على المستوى الدولة بشكل كامل، هذا سيحمي بشكل كبير جدا مواطني هذه الدولة. طيب عبد العزيز، يعني في ظل هذا الهجرة الكبيرة للتطبيقات المحادثة الصوتية وربما آخرها كلاب هاوس، هل سيضمن يعني لها مستقبل بعيد أم مستقبل قريب وتنتهي؟ طبعا اليوم التطبيقات لها أنواع كثيرة، هناك تطبيقات مؤقتة يحدث هناك انتشار كبير لها، ولكن قد لا يستمر هذا الانتشار. وفي رأيي أنه كلوب هاوس أحد هذه التطبيقات التي تقدم مزايا أحادية إن كان صح التعبير، وهي ميزة الغرف الصوتية. لذلك بدأت كثير من الشركات اليوم مثل شركة تويتر على سبيل المثال يعني إطلاق ميزة تويتر سبيسز، وكذلك فيسبوك ستدخل في هذا المجال قريبا. فلذلك اليوم أنا كمستخدم حينما أقوم أريد استخدام ميزة معينة لا أريد أن أستخدم تطبيق يوفر ميزة واحدة، أريد أن أستخدم تطبيق يوفر لي عدد كبير من المزايا. فلذلك اليوم تطبيق تويتر حينما أتاح ميزة تويتر سبيسز سيجعل كثير من المستخدمين وفعلا جعلهم يتنازلون أو يخرجون عن تطبيق كلوب هاوس. فلذلك الهجرة الجماعية التي قامت
أو أدت إلى ذهاب كثير من الناس إلى كلوب هاوس، بدأ كثير من الناس يعودون من كلوب هاوس إلى تويتر مع إضافة هذه الخدمة. نعم أستاذ عبد العزيز، أنت من واقع اهتمامك وخبرتك، يعني كيف تتابع مدى وعي الناس والتزامهم يعني بهذه الضوابط ربما والسياسات التنظيمية في التطبيقات، وعدم مشاركتهم صورهم أو مقاطعهم أو البيانات عموما على هواتفهم؟ جميل. طبعا اليوم الحمد لله بدأ كلمة الخصوصية تنتشر بشكل كبير مقارنة بما كان الموضوع قبل سنتين أو ثلاث سنوات. كلمة الخصوصية لم تكن معروفة، الآن كلمة الخصوصية يتم تداولها على نطاق واسع، ولذلك يعني نحتاج إلى المزيد. الواقع الحالي ليس هو المأمول صراحة. كثير من الأشخاص حينما تقول له مثلا والله هذا التطبيق ينتهك خصوصيتك ويقوم بمشاركة بياناتك وبيعها وربما التأثير عليك بشكل أو بآخر، يقول وش عندي من بيانات؟ أنت بياناتك هذه تمثل نفط أبيض، اقتصاد رقمي هائل على مستوى شركات رقمية تمثل 80% من أعلى أو من أغنى الشركات على مستوى العالم، لذلك لا تستهن أبدا بقيمتك، يجب عليك دائما وأبدا الحفاظ على خصوصيتك، لا تشارك بياناتك الشخصية مع أي تطبيق ينتهك هذه الخصوصية. شكرا جزيلا لك الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، كنت معنا ضيفا عبر سكايب.